انا ايه علي 27 سنه. انا بحب الخيل من وانا طفله، بس ما اخدتش اي خطوه باظت في الموضوع، ما اخدتش اي خطوه ايجابيه خالص. اخدت اول خطوه في اول شهر 11 اللي فات، طبعا بقى المسلسلات التركي اللي بدات تظهر والخيول وكده، بدات اتحمس قوي ان انا عايزه اركب خيل، بس عايزه اعرف كل حاجه، عايزه اعرف كل حاجه عن الخيل حرفيا. فما كنتش عايزه اروح لحد يعلمني اركب وخلصت، كنت عايزه اجي مكان اتعلم فيه كل حاجه عن الخيل. فايه لقيت كابتن سامح الحمد لله. اول ما جيت اصلا كابتن سامح سالني انت عايزه تتعلمي ايه؟ قلت له كل اللي يخطر على بالك، يعني ما قلتوش عايزه اتعلم اركب، قلت له عايزه اتعلم كل اللي يخطر على بالك، اعرف كل حاجه عن الخيل، لان انا عندي شغف قوي عن الموضوع، وبدات اتعلم وادخل قوي في ليفلز حلوه. فمن ثالث مره عرض عليا وقال لي مفيش كابتن فروسيه في الفيوم، ايه رايك انيس بي اول كابتن؟ طبعا تخيت شويه، الفكره كانت جديده وانا مش جايه مرتبه لاي حاجه. فبعد شويه وافقت وبدات ان انا اجهز اني اكون اول كابتن فروسيه في الفيوم، وفي نفس الوقت وانا لسه بتعلم ركوب، بتعلم اروض واركب وبتعلم اركب. وبالطريقه دي الحمد لله وصلنا ليفل حلو دلوقتي، في ناس بدات تكلمني وفي ناس جت الحمد لله، الناس بدأت تيجي. والفكرة بصراحة أنا ما كنتش أعرف إن هي هتعمل صدى إيجابي كده، يعني مش عارف إن في ناس كتير عايزة تتعلم تركب خيل كده الحمد لله. هو الخيل عموما حيوان لطيف جدا، هو ضخم بس فبيبان إن هو مخيف، لكن هو حيوان لطيف جدا، ومجرد ما بتتعامل معاه وتقرب منه، خصوصا لو في إيدك حاجة حلوة بتأكلها له يبدأ يألفك، بيعرفك بعد كده لما بتدخل وتنده عليه بيبقى خلاص عارف صوتك وعارف يعني هياكل حاجة حلوة أول ما سمع صوتك. لا، العلاقة ما بين الخيل والبني آدم لذيذة جدا. يعني أنا أول ما شفت خيل أنا ما صدقت أصلا، لما باجي هنا هو ببقى جايبة معايا أي حاجة للخيول، أي حاجة حلوة ياكلوها بدخل لهم، بدي كل واحد كده جزرة، وبعد كده بطلع الخيل اللي أنا هركبه بتمشى بيه شوية، بأكله، بقعد جنبه شوية، بتكلم معاه شوية، بعد كده بركبه. كتير في بنات كتير بتبقى عايزة تتعلم ومغضوضة من فكرة إن هي تاخد الخطوة، ففكرة إن في كابتن فروسية بنت لذيذة قوي بالنسبة لهم، فانا عايزه اعلم اي بنت حابه ان هي تركب خيل وكده، ده اللي في دماغي دلوقتي. نفسي يبقى عندي اول نادي بروفيشنال فروسيه في الفيوم، وان انا اطلع من تحت ايدي كباتن فروسيه بنات تاني.